مش عارف نقول لي غادي في الرموك هو عارف انت الحراقه وعارف الحريق ريسك هو مسمو ريسك شي بنادم يريسك يعني غادي يموت غادي رجل هنا ورجل هنا طالع في الرموك صافي الرموك غادي السكليره طالع للباطا الله يرحمو مسكين طاح شبيه واحد لعيبة طاح وكان هو واحد الدري صاحبو والاخر طاح غيب خويا الله يرحمو طاح بقى شاد في واحد الحديده شتات لي رجلو اليسرى مع واحد الحديده في الرموك لتحت كلشي عارفه حتى بقى الدور هي طردت قالت ليه الرجل صافي شافوا الناس عيطوا لهم بيلون جاد والله يرحمهم قالوا لي ما, ما ما, قدروش يخليو ليه الرجل حيت خلاو ليه الرجل كان غيموت الله يرحمو تزيرات لي على العروق ديال <Eminem> <SG> القلب واخا هو اجل الله يرحمو مات الله يرحم صافي قطعوا ليه الرجل من ماشي كامله من الجيت من من فوق القدم شويه صافي قطعوا ليه الرجل وبقى بقى مع او كونتاكت بخير صافي شدو معانا خويا الله يرحمو بخير انا راه هادي شويه الحمد لله دينا لي تيليفون مع واحد الدري شنو عارفو تما المهم دخلوا عندو الناس دخلوا عندو الناس من كازا هنايا شنو مدة شهر شهر خرج من السبيطار دور السونتر روط عليه تشيف عندهم في مليلي احسن سنتر وماشي سنتر لي شي ليه الحراقه في عد الدريات ودار الصغاورين امورا مخرج من السنتر والله يرحمو مورا بشي جوج سيمانات شو جوج سيمانات ولا 10 ايام جاتنا الاخبار ديالو الله يرحم زعما جاتنا هاد الخبار بحال الصاعقة نكدب عليك ما, ما... <applause> شي هو كان مشى دابا شي جاي شي شهرين ان شاء الله يرحمو باغي يبني مستقبل باغي يدير شحال من حاجه راه السيف راه كيشوف شحال من حاجه هنايا الشباب ضيع حتى واحد ما دير شي حاجه في حياته ولا قرايه مشى مسكين باغي يحرق دخل مليليا نهار واحد النار تكتبش عليه الواقع مسكين عنده 18 عام باقي صغير 17 عام آه ما ما علمناش مشى وقال شا وصل تما عيط لينا ما عندنا ما نديرو ولا الدراري عارف الدراري الصغار اللي في راسهم في راسهم صافي بقينا تندو معاه دواش مع, مع الوالده انا خوتو جدة صافي دخل دخل دوا معانا مريح دريري. شان دو مع شي دراري تندو معاه ديما اون كونتاكت مع فيسبوك مره مره شي عيطنا في التليفون واختي واحد النار وقعت الواقعه عيطوا لينا عيط لينا هو مسكين فاق من الغيبوبه الو ماما يسحب دواش مع خالتي قال لها الو طاطا كلمي لي يا ماما يركض مع الوالده قالت لي ما مالك قال يبكي قال لها راه تقطعت لي رجل اش كتقول صافي عاودوا لينا اش يومين هو في الغيبوبه ديك الوقت اللي كان في الغيبوبه يعني ما احنا ما في خبارنا والو ديك الساعه اه آل. لا حيت مولف ما كيدويش معنا نهار نهار ونص يومين كاع تيعاود يعيط و تيدوي معانا صافي نهار الله يرحمه نهار قال وقعت الواقعة عيط لينا مورا الغيبوبة واحد السيدة شي الله يكثر خيرها واحد واحد الفيلم اللي الله يعمرها دار هي اللي عيطات لينا مسكينة ودواش معانا بقينا معاها اون كونتاكت هي واحد السيد واحد اخر في مليليا واحد السيد جوج جوج ناس هم الله يعمر لهم الدار هما مساكن اللي او الداخشي الله يرحمو ويوسع عليه في هاد النهار وقعت لي الله مسكين عليه ما بغيناش يمشي لهاديك البلاصة واش والدي وتكرفص هو تكرفصنا حنا معه والله يرحمه ويسالي انا جدو انا انا جد وانا بغيت يبقى هنا في دارهم وداك شيء مكتاب الله يرحمه والسالي ودابا حنا باقين مشنوقين من عناقنا هنا باركين في الدار والدي تاهما راهم لي في اليوم ولا اله الا الله محمد رسول الله الله, الله يرحم الجميع ما كيتوفوا و تما كيموتوا بالجوع ما جابو تما ياكلو ياكلوا ومخلين بلادهم هنايا والله يهديهم طلبوا ليهم الهديه تشوينا في وليدنا ما نقول لكم والو عارفه باغي يسافر وانا ما بخشي يبرك ما كنتش برد انا كون كتفت وما ما يمشيش من ديك البلاد اش غادي يجيب منا هو جاب العمر دا عمر دا عمرو مشق ما مشاش ما سقنا لي الخبر تمشى وكان نقول لهم الله يديكم بركوا في بلادكم داكشي اللي غادي نديروا ليه يديروا هنا قراو هنا خدموا هنا بركو هنا ما ما تتوليو ميت الا مشيتو وراكم خدمه مكوكدا اي هذيك تمشي ولكن لك انتو تمشيو حارقين راه غادي نتكرفصو تكرفصو واليديكم هادشي اللي كنقول للشباب الله يهديهم نعرف كثير في <applause> الثلج نعرف كثير ميمتو تما مشوية باه مشوي احنا هنا باركين هادشي اللي غادا نقول لكم بنيتي